دكتور مصطفى بن جعفر كشخص، كيفاش تقبلت حصول فلسطين على العضوية الكاملة في داخل اليونسكو؟ بكل اعتزاز. هل تتصور أنه هذا خطوة ولو رمزية يقربنا نحو الاستقلال؟ هي خطوة وباش تواصل فلسطين، وإحنا مدعمينها يعني بكل ما أوتينا من قوة ومن علاقات ومن تأثير باش نواصلوا. فهل الخط هذا يعني حقيقة خطوة مهمة كما قلت سيادتك، يعني رمزية بالفعل، لكن هي خطوة مهمة على الأقل بالنسبة للرأي العام العالمي، تؤكد أن التضامن الدولي ولو في منظمة ذات طابع ثقافي، لكن التضامن دولي واسع ووقوف إلى جانب القضية الفلسطينية اللي هي مرة أخرى ما هيش قضية عاطفية على خطر عرب احنا مع فلسطين فقط، هي قضية عادلة، وكل الأحرار في العالم مطلوب منهم كونهم يقفوا إلى جانب هذه القضية، وهذه لغتنا احنا في الخارج. ما نمشيش نقول له خطر هذا يا أخويا بالله يا رئيس يلزمني ندافع عليه على خطر أخويا، لا، ندافع عليه ونقف بجنبه طبعا، خطر أخويا نحس معاه، ننبض قلبي ينبض معاه نفس النبضات، لكن لأن القضية قضية حرية، قضية عادلة، قضية التسيير الذاتي لشؤون المواطنين الفلسطينيين، وحقهم باش تكون عندهم دولة مستقلة قادرة على العيش الكريم. سي مصطفى، كرئيس حزب ديمقراطي، كمناضل حقوقي قديم أنا المدة طويلة يعني. إيه معناتها مش. لا 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 المدة طويلة معناها تقريبا 40 سنة. شنو موقفك من إحراق جريدة شارلي إبدو في باريس في الأيام الفارطة؟ لا إحنا كنا دائما كل ما إدخال مسألة العنف في الفضاء السياسي وحرية التعبير إلى غير ذلك، كل ما إحنا نعبر على ضرورة حماية حرية التعبير، لكن في نفس الوقت يا أخي نحترم بعضنا ونحترم المقدسات ونحترم المشاعر، يعني ما نخليوش الأمور مسيبة باسم حرية التعبير. لابد من ضوابط، مش معناتها منع أو زجر، لكن لابد من ضوابط. احترمني نحترمك، وقت اللي تفوت بعض الحدود تولي أكثر منها مشاكسة منها حرية تعبير، ولهذا احنا نندب بالعنف لأنه ماهوش أسلوب. كان عملوا له مظاهرة ولموا له 1000 واحد وقالوا له لا المس بالمقدسات، وكانت الأمور تمشي طبيعية، يعني ضد تعبير احنا نعبروا، زاد حرية التعبير من شراء أخرى. اللجوء إلى العنف هذا مرفوض، وإن شاء الله نوصلوا إلى التوافق، لأن حرية أي طرف تقف عند حرية الآخر. بهي سي مصطفى، بالطبيعة فرحانين وأنه جيت بحثنا كسياسي، ولكن من نجموش زادة ما نسألوكش على دور الإعلام كعنصر أساسي في تأمين المرحلة القادمة، مرحلة الانتقال الديمقراطي. اليوم كسياسي كيفاش ترى حكمك على أداء الإعلام التونسي، وشنو يلزمه يعمل لمزيد التطور؟ والله يلزمه هو اشتبقوا لنا أولا قل أن أنقد الإعلامي، وما ثماش حتى ولو حالة واحدة كونه إعلامي قال سواء كان في التكتل أو في شخصي أو عبر على رأي اللي أنا منيش موافقه أو ربما تقلقت منه هزيت التليفون وكلمته، هذا لم يحصل بتة، يعني عمرها ولا وقعت، لا في القبل وقت الطاغية ولا بعد هروبه، بحيث احترم قطاع الإعلام احترام خاص لأن دوره أساسي، دوره أساسي في كل المجالات، أولا في المجال الإعلامي لكن في مجال التثقيف السياسي، وإحنا في مرحلة اللي كنا قاعدين نتعلمه في الديمقراطية. شنو اللي صار بالنسبة لتونس؟ كونه الغطاء تهز بعد لكان ضغط وكبت و فما نوع من الانفجار وانفجرت الحريات، وعندما يقع انفجار ما فماش حاجة تنظمها، تتنظم شيئا فشيئا. احنا في هالمرحلة هذه اللي شفناه في الإعلام هو تعدد، لكن ما هيش تعددية منظمة، قد ما يتنظم الإعلام قد ما يؤدي رسالته أفضل بدون لكبت ولا زجر، لكن يتنظم من رجال الإعلام لأن يعني يعرفوا شنو المسؤولية متاعهم ويعرفوا تأثيرهم، كلمة ساعة ساعة تخلق موجة من غير ما إنسان يشعر، لكن بالتجربة يولي يعرف
اللي الكلمة هذه وقلي باش يقولها، ولا تصرف هذا، ولا تعليق هذا، ولا يعدي فيلم، ولا ما يعدي رواية، ولا يعدي كذا، يعرف اللي عندها تأثير. الوقت زاد عنده أهميته. وقتاش نختاره باش نقول الكلمة هذه في وقت اللي فما صراعات واللي واحد كاينه يتدخل، وقت اللي الإعلام يزم يكون منحاز، يفتح المجال لحرية التعبير كل الأطراف إذا ما تكون عندها تقريبا نفس الحظوظ باش جيل الفضاءات الإعلامية، لكن في نفس الوقت الإعلام كإعلام كمؤسسة يزم يكون محايد ويقوم بالرسالة متاعه اللي هي رسالة نبيلة، لكن مع نبل الرسالة نعرف أن عندها تأثير، وفي وقت بعض الأحيان تأثير حاسم على مجريات الأمور، كما حملة انتخابية، كما مرحلة تأسيس ديمقراطية. هذا الكل مهم، وإن شاء الله على كل حال اللي نظلنا عليه من أجل الحريات وعشناه في الفترة هذه الأخيرة، ولو كما قلت ماهوش حاجة منظمة كما كنا نتصوره، لكن إن شاء الله هذا يتواصل. نعمل كل شيء إلا كونه نكبت حرية الإعلام، ولكن المهنيين المسؤولين على القطاع هم مطالبين باش ينظموا أمورهم، واللي باش يقولوه احنا باش نكونوا موافقين عليه وننسجموا معه. في سؤال آخر تقريبا عندنا 3 أو 4 دقائق سي مصطفى مازالونا، سؤال هو دور الجمعيات والمنظمات المدنية. جبت وحكيت على التثقيف السياسي، كنا في مرحلة جديدة المواطن التونسي، كيفاش هالأطراف هذه المدنية تساهم في عملية التثقيف حتى الناس الكل تولي فاهمة بعضها، ونأمنوا أكثر طمأنينة لإنجاح المرحلة السياسية القادمة إن شاء الله. أولا توا حرية التنظم تبارك الله ما عادش فيها حتى إشكال، 1700 جمعية بعد 14 جانفي. أي لكن قبل كان عندنا 9000. أي وينهم؟ كنا نسميهم بالفرنساوي أو في جي، معناتها أورغانيزاسيون فريمون غوفرنمونتال. توا بالمجد منظمات نعتبرهم مستقلة، لأن انطلقوا بشكل تلقائي من طرف مجموعات اللي حبت تعبي هالفراغ هذايا، وتعبي هالفراغ هذايا للقيام برسالة واضحة كما قلت، تثقيف المواطنين. فهالمرحلة هذه الأخيرة ما ثماشي نهار ما وقعتش فيه ندوة تثقيفية على الدستور، على المشاكل السياسية، على الوضع في تونس، على مستقبل تونس والمؤسسات، على التجارب اللي وقعت، التجارب الانتقالية في العالم. أنا حضرت على 3 أو 4 ندوات على الأقل اللي جاب باش نستخلص الدرس، وباش ربما نتفادى بعض الأخطاء اللي وقعت فيها بعض التجارب. يعني دور المجتمع المدني والجمعيات هذه دور أساسي، خاصة لو كان نفكروا شوية في المرحلة هذه القادمة، نتصوروا وأن فما حكومة مصلحة وطنية تكونت فيها جل الأحزاب. شنو معناتها حكومة بدون ما ثم شكون لها رقيب وشكون يقول لها هذه باهي وهذا خايب؟ يعني لابد قطاع الإعلام بالطبع باش يقوم بالدور هذا هو بالأساس، لكن عندما يكون المجتمع المدني يقظ وحي ومنظم باش يقوم بدور يعني السلطة المضادة بشكل حقيقي وفاعل، وهذا نعتبره أنه دور أساسي وخاصة في المرحلة الانتقالية هذه. فضل سفيان إذا عندك سؤال. معناها أنك تدعو إلى أنه إلى نقل السلطة المضادة من داخل المجلس التأسيسي إلى داخل المجتمع المدني. هكا نتصور. هذا استحقاقات المرحلة. هذا نتصور. نتصور هو أن المجلس التأسيسي نخليه له المناخ الملائم الهادئ باش يتعمق في الدستور، لأنه قانون القوانين، قانون القوانين، وماذا بينا نكملوه في عام ما نشرمتوهش، يولي 3 أو 4 سنين يولي وشادين في الكراسي، فهمتني؟ هذا زاد ماذا بينا نتفاداوه، بحيث الأمور مرتبطة ببعضها. احنا ماناشي ضد كونه الحكومة فما شكون يقول لها هذا صحيح وهذا غلط، بالعكس يولي حاجة وضع غير طبيعي، لكن كونه القوى السياسية تركز كل المجهودات نتاعها لتجاوز العقبات هذه اللي هي قدامنا والتحديات اللي هي تحديات كبيرة، هذا في رأينا أفضل طريقة لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة. على ذكر الدستور سي مصطفى، أنتم تدافعوا على نظام رئاسي معدل، صحيح؟ حركة النهضة سوف تدافع على نظام برلماني،
وهي الوحيده اللي داخل النظام البرلماني. لا لا كيفاش لا لا فما مسائل، مش هذه المشكل الوحيد اللي ربما نختلفوا فيه مع حركه النهضه، باش تجي قضايا اخرى يعني في اطار النص الدستوري ان شاء الله نتوافقوا على كل شيء، لكن اذا كان فما اشياء اللي احنا نختلفوا عليها باش ندافعوا على راينا، وعندنا مشروعنا وعندنا ارائنا وعندنا مبادئنا وقيم اللي احنا امنا بها ونظلنا من اجلها باش ندافعوا عليها بكل حزم وحسم. يعني هذا زاد نكونوا متاكدين منه مستقبلا، وهذا ليس متناقض مع كوننا على مستوى تسيير البلاد نكونوا في حكومه مصلحه وطنيه اللي تجتمع وتتفق ولها برنامج مشترك للخروج بالبلاد من الازمه اللي هي موجوده فيها. سي مصطفى كلمه الختام. يا خويا ماذا بيا فهل الجو هذا اللي مازلنا فيه فيه اخذ ورد والعباد فما انتظار رساله طمأنه للشعب التونسي، قداش من مره نقول لا خوف بعد اليوم، لا خوف بعد اليوم، واليد في اليد اليد في اليد نبنيو تونس الغد ان شاء الله. شكرا لك، شكرا الف مره على قبول دعوتك وحضورك معنا. سي مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات، شكرا لك سفيان. تقريبا سي مصطفى جبنا ظهر الجوانب الكل نتاع المرحله السياسيه الحاليه. عندك خليتو شيء لكن لربما بعد لا نوفاو نجم نواصل الحديث في الكواليس. ما نقولوا حديث الكواليس، احنا كنا نقولوا قبل حديث السقيفه. سي مصطفى المهم ناخذوا السقيفه نتفكروا برشا حاجات اللي ما تحدثناش. والمهم انه في الكواليس تعطي شوية سكوبات. صعيب ياسر. شكرا لك. شكرا لك مرة أخرى كيف كيف. شكرا لكافة الفريق التقني اللي